مدارس جيل المستقبل الخاصة. أنشئت مدارس جيل المستقبل الخاصة وكان شعارها نحو غد مشرق، حيث تبين أن الغد لا يكون مشرقاً إلا في كيان تعليمي داعم ونموذجي من الحضانة وحتى الثانوية العامة. كوادرنا الأكاديمية متخصصة ومدربة وذات كفاءة عالية، بيئة تعليمية نموذجية مجهزة، قسم للذكور وآخر للإناث، مخابر علمية مجهزة للفيزياء والعلوم واللغات، مناهج متطورة وإثرائية، روبوت، حساب ذهني، قيم وأخلاق، سيرة نبوية، ثنائية اللغة، مهارات الحياة. ساحات وملاعب لكرة القدم والكاراتيه والسباحة والألعاب المنوعة. تميزنا بزيارات استكشافية، رحلات علمية، تجارب عملية، أبحاث طلابية، خبرات حياتية، رحلات ترفيهية. رحلتنا بدأت عام 2015 ب150 طالباً وطالبة، مع التميز العلمي تجاوز عدد طلابنا عام 2021 1400 طالباً وطالبة. تخرج من الثانوية العامة 176 طالباً وطالبة بنسبة 92% على النحو التالي: 59 طبيباً وطبيبة، و13 تخصصاً من الكليات العلمية، و22 مهندساً ومهندسة، و82 تخصصاً أكاديمياً آخر. وخدمة للمجتمع وبناء للإنسان، أحدثت حضانة جيل المستقبل عام 2018 بمشروعه المميز المنصوري العالمي مع مديرة أكاديمية متخصصة بالمنصوري لبناء شخصية الطفل بناء سليما من خلال تنمية المهارات الحسية والحركية. امتداداً لمشروعها التربوي، افتتحت فرعها الأول عام 2020 في مدينة سرمدة، وهي تدعم التعليم الخدمي في بلدنا الحبيب سوريا. علماً أن الجانب البنائي لقدرات الإنسان كان همها، فافتتحت مركز تيد للتدريب والتطوير عام 2020 بمجالاته المتعددة: تدريبات، برامج علمية، تنمية بشرية، برامج مكتبية. للمزيد حول من نحن، يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مدارس جيل المستقبل. تعليم خلاق نحو غد مشرق.